يسعدني أن أرفع التهنئة لمقام مولانا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولعموم الشعب الأردني الوفي لوطنه وقيادته وإلى كافة نشام القوات المسلحة الأردنية حماة سياج الوطن والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن البلد واستقراره والكوادر الطبية العاملة في المملكة. ولا يفوتني أن أشيد بجهود الدولة الأردنية على كافة الصعد وخاصة في مواجهتها الصلبة لجائحة كورونا، وهي جهود أشاد بها القاصي والداني حتى صارت بلدنا مضرب مثل لدى كل دول وشعوب العالم. لما لا ونحن في بلدي أبي الحسين الحريص كل الحرص على استقرار الأردن وراحة شعبه. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أننا في الأردن نمتلك نعمة كبيرة تفتقدها كثير من البلدان، ألا وهي نعمة الأمن والأمان التي نعيشها ونفاخر بها أمام العالم. كما نسجل اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة ودورها في إرساء قواعد المحبة والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد، وسعيها الدائم لترسيخ مبدأ الإخاء والتسامح، مجددين العهد كذلك بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك وجهوده الدؤوبة بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة، والتزامه الأمين في التمسك بالوصاية الهاشمية على تلك المقدسات، سائلين الله أن يحفظ الأردن ملكاً ووطناً وشعباً، وأن يعيد هذه المناسبة والأردن أكثر تقدماً ورفعة وازدهاراً. وكل عام وأنتم بألف خير.